هنعمل شوربه خضار. شوربه خضار من الحاجات المهمه جدا جدا ان احنا الايام دي مفروض على الاقل كل يومين نشرب شوربه خضار مفيده فيها لحمه او فراخ مسلوقين. عاملاها النهارده بطريقه جديده ولذيذه، او هي ممكن تكون جديده علينا يعني، لكن هي جدتي دايما كانت بتعملها لنا مكرونه كده بالكرفس وشوربه اللحمه. تعالوا مع بعض نشوف محتاجين ايه ل شوربة اللحمة المسلوقة بالخضار. هيبقى هنا في لحمة مسلوقة وملبسة عشان تنزل كده شوربة طعمها حلو. هيبقى في مرقة اللحمة، في مكرونة مرمرية مش مسلوقة، في مكعبات لحمة، في مكعبات لحمة أو مكعبات خضار، في كرفس، ورق كرفس، في كوزة وجزر وبطاطس. خلاص أول حاجة هعملها هحط هنا المرقة. مرقة أصلا عايزة أقول لكم لسه سخنة، هحطها كده بس هسيبها تغلي شوية، هتاخد دقيقة بالظبط عقبال ما تغلي بما انها سخنة. حط معاها كده ايه، لا دي خليها شوية كده، اخليها كده تغلي عقبال عشان عايزة اسلق فيها المكرونة، يعني المكرونة دي هسلقها جوه اللحمة. انا بفتح الدرج ليه؟ عايزة بس الخضار بصوا متقطع صوابع، بس انا عايزاه اصغر من كده شوية عشان بس يبقى فيه يعني شكل حلو ما بين اللحمة والمكرونة والخضار. بتبقى حلوة برضو معاها المكرونة السوستة على فكرة، بتبقى ظريفة قوي. بس يعني انا لسه عاملها لكم من كام يوم المكرونة دي، فقلت ايه اغير في نوع المكرونة، المرمرية والسوستة بيليقوا قوي. اهو الجزر، بصوا بالطول كده هنقطعه بس ايه اصغر من كده. خلاص بالطريقه دي هحط الجزر. كده طيب نبص بس كده على المرقه سخنت ولا ايه الاخبار. ابتدت تغلي، هبتدي احط فيها المكرونه المرمريه واقلب مع حبه ميه مغليه. خلاص حبه ميه مغليه ومكعب من مكعبات يا اما مرقه لحمه او خضار، ونقلب كده كويس ونسيبها تستوي. طيب اجيب برضو البطاطس، عايزه تتقطع برضو ايه اصغر من كده. بعد دقيقتين كده من دلوقتي هبتدي احط الجزر شويه واحط البطاطس، كل ده مع المكرونه. لحمه طبعا انا سلقاها وسلقاها يعني مخلياها دايبه جدا. نحط كده البطاطس هنا برضو تاني عشان بس ايه ما لونها ما يغمقش. طب كده انا قطعت الجزر، قطعت البطاطس، اللحمة سلقاها. هنحط دلوقتي الكرفس مع المكرونة. المكرونة المرمرية دي ميزتها انها ما بتاخدش وقت خالص في انها تتسلق. اهو الكرفس، حبة الكرفس الحلوين دول كده، حط حبة كمان. هبتدي احط الجزر، احط الجزر شوية عقبال ما اقطع الكوسة واغطيها كده. جربوا الشوربة دي هتلاقوا فعلا طعمها مختلف عن اي شوربة خضار احنا بنعملها. دايما بنعمل شوربة الخضار لو حد مثلا تعبان او حاجة بيحس ان هي طعمها مش لطيف، لا دي بتخلي الطعم حلو قوي. طيب ابتدي اجيب الكوسة كده اقطعها اهو. اللحمه بقى دي هعمل فيها ايه، هشوحها تشويحه بسيطه عشان لونها يبقى احلى من كده. هجيب الطاسه واحط كده حبه فلفل اسود، حبه ملح، زيت، وهقطع اللحمه اصغر من كده شويه.
بسيبها تتسلق خالص لو حسيت بعد كده ان انا اقطعها، ما اقطعهاش بعد كده اسلقها اهي كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا اللحمه سلقناها كويس جدا، سلقناها في ايه بقى؟ سلقناها تمام، سلقنا اللحمه في مرقه اللحمه اللي احنا اصلا كنا سلقينها بالبصل والطماطم والجزر. خلاص اهو طلعناها، بصوا بصوا طريه ازاي وجميله، وكل ما تبقى ملبسه كل ما تدينا طعم احلى بكتير اهي كده. بصوا في هنا شويه مرقه، طبعا دول ما يترموش، الحاجات الحلوه دي ما بتترميش. طيب ابتدي بقى احط اللحمه تتشوح. غريبة انها ما عملتش صوت مع ان الطاسة سخنة. احط بقى دلوقتي البطاطس. بصوا نقرب كده، بصوا حطينا المكرونة، المكرونة اصلا بصوا خلاص يعني هي عقبال ما البطاطس تستوي هتكون المكرونة استوت. مكرونة وجزر وكرفس مع مرقة اللحمة ومكعب مرقة الخضار، واحط دلوقتي المكعب التاني بطاطس. عشان كده بقول لكم نقطع الخضار ولا كبير قوي ولا صغير قوي. الكوسه هسيبها كمان شويه. نحط كده المكعب. اللحمه اهي شوحتها، لسه هحطلها حالا اهو ربع كوبايه ميه مغليه اهي. خلاص بعد لما اتشوحت كده هسيبها ده كده خلاص، وده كده خلاص. هحط ده جوه هنا يغلي غلو، وبعدين ابتدي ايه اغرف الشوربه. بصوا اللحمه كده شكلها احلى ازاي، بس يغلي غلو واغرف. طيب هنحط دلوقتي اهو الشوربه. بصوا اهو، بصوا بصوا شكلها حلو ازاي. عايزه احط بقى كده المرقه بتاعتي، ريحتها جميله جدا بجد. اللي ما بياكلش شوربه خضار هياكلها لانها قد ايه طعمه ولذيذه ومغذيه جدا. عايزه احط بقى شويه مرقه كده اهو.